دولار. No, 20 pound. ب 20 دولار. 20 pound. ايه في ايه؟ في ايه يا رب؟ ماليش قلب انا للمناهده دي. بيفاصل. بيفاصل في ايه؟ اوعى اوعى. وبعدين انت بتقابل السائح كده وانت مكشر؟ انت اتجننت؟ انت عايز تبوظ السياحه في مصر؟ انت لازم تستقبل يا ابني السائح ده بابتسامه، واوعى تفكر تضحك عليه. طب انا دلوقتي اعمل ايه يا دوله؟ ركز انت في الابتسامه، وريني الابتسامه. يخرب بيتك كده هتطفش السياح اللي في مصر كله. ابتسامه جامده، ابتسامه جامده. وسيبني انا بقى اضحك اتصرف معاك. How much you want to pay? 10 pound. 10 pound؟ طيب حلوين قوي. اوكي. اوكي. Take this. استنى. اوكي. And take this. It's a price. يعني هديه. And this. And this from this. في الابتسامة. اهو اهو. اوكي. Thank you. Thank you. باي باي. ابتسامة. باي باي. خلاص خلاص. انت بتودع خطيبتك. ابتسامة ابتسامة وخلاص. ايه دولة؟ ها فين الحساب بتاع النهاردة؟ الحساب اهو يا دولة. اهو يا عم. اهو. عشان بس ايه؟ ما تظلمنيش يعني. خد. ماشي يا سيدي. استنى استنى. فلوس دي ناقصة 100 جنيه. ايه ده؟ انت خدت منهم حاجة؟ انت تستهبل يالا في ال 100 جنيه. معلش يا دولة. اصل في واحد جه خدهم، يعني جه خد تمثال القط انوبي وقال لي ان انا هجيب بالفلوس كمان شوية يا رمز. مين ده؟ اوعى يكون الواد مسعد تيتي بتاع البازار اللي جنبنا ده نصاب. تيتي مين يا عم؟ ده راجل ضلالي. وانا معقولة يعني اديله حاجة بعد ما ضحك عليا بعد قبل كده 10 مرات وانا مغفل يا دولة؟ جدع يا اخيرا ابتديت تتعلم حاجة. ماشي يا عم ماشي. امال مين اللي خدهم يالا؟ راجل صيني اول مره اشوفه يا دوله، وقال لي ان انا هجيب لك الفلوس بعد ساعه. صيني اول مره اشوفه، واديته بضاعه ب 100 جنيه ولا اطلع بره يالا، ده اخر يوم ليك في البازار. بره 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 كل شويه بره. اهو اهو يا دوله. سكتنا يا كوماندا. ايوه ده معايا. مدى مدى. شفتوا دوله؟ انا الراجل ده بشبه عليه. ما هو ده يالا، عارف انت جاكي شان؟ اه. ها ده ما يقربلوش خالص. هات الفلوس. خد يا دول عشان بس ما تظلمنيش تاني. كل شويه تظلمني. انا ظلمتك يا ابني؟ انا قلت لك اكيد الراجل الصيني هيجي. انت يا نهار اسود، ساعه ما قلت لك جوه جوه. ايه ده؟ انا سمعتها بره بره. حتى كمان سمعك غبي. بس شفتني انا بتكلم معاه ازاي؟ ايوه. امال ايه؟ انت شفتني وانا ببتسم؟ ابتسامه زباله. المهم حتى الفلوس دي كمان مش هتقضي. ليه دول؟ إيه شكلنا انا وانت هنقفل البازار ونبقى احنا الاثنين بره بره. ليه يا عم؟ خير بس في ايه يعني؟ ما قدرتش الم الايجار بتاع البازار. يا دوله ده لسه احنا فين واخر شهر فين؟ اخر الشهر بكره يا ابني. بس لسه ما خلصش يعني. بالمناسبه دوله انا عايز اقبض بقى النهارده. ها طب ما هو الشهر لسه ما خلصش. اصبر بقى دوله. انت عارف كل المشاكل دي مين اللي هيحلها لك؟ ابوك. ابويا يحل لي مشاكل؟ ده ابويا في حد ذات نفسه مشكله يا ابني. يا نهار ابيض، رمانا في الشارع انا وامي واختي بعد ما طلق امي، وما بقاش مسؤول عن اي حاجه. حتى سناء شال ايده منها وما بقاش مسؤول عنها ولا بيعبرها، وعلى طول مفلس ومعهوش فلوس. ايه وش دي؟ اهلا. ازيك يا بابا؟ طب مش شغل مش كده مثلا؟ على فكره انا عايز اقول لك حاجه، انا شلت ايدي من موضوع سناء ده عشان خاطر كانت عامل مشاكل مع مراتي، مع انهم من زمان وهم مع بعضهم تلاميذ. خلي بالك يا عم، يعني بعد اذنك ان الست مراتك دي ست متجوزه وسناء ست متطلقه يا عادل، وهم كانوا اصلا اصحاب، فهتلاقي ما بينهم وبين بعض يعني حساسيات. انت بتتدخل ليه؟ دي امور عائليه، بتتدخل فيها ليه؟ بابا حضرتك متاكد يعني ان ابو الواد رمزي ده فعلا اخوك؟ اخوك يعني؟ اهلا بيك. ازيك يا هاني؟ ازيك يا حبيبي؟ عادل يا بابا عادل. عادل كده مؤاخذه معلش. ها وانت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا بابا، بس يعني عارف ملطشه معايا شويه كده يعني. ايه يا عم ده؟ في ايه يا ابني؟ وانا جاي عشان اخد منك فلوس. لا طبعا يا بابا، انا عارف ان حضرتك جاي تطمن عليا وتشوف اخبار. انا اخباري كويس الحمد لله، وحماتي جت تقعد عندنا هي وبنتها كمان. ايه ده؟ حماتك عندكو؟ عارف دي فرص. تبقى اشوف لك سكتها. لا لا لا، انا مراتي مكفياني الحمد لله. ها والواد ابنك الصغير عامل ايه؟ عفريت ده ابني يا بابا؟ انا عندي بنت. صحيح بنت. لا مؤاخذه صح،
شوزي كويسة؟ شوزي إيه؟ آه كويسة قوي الحمد لله، بس هي بقت ياسمين بقالها فترة كده. شوف يا ابني، أنا داخل المستشفى بكرة علشان أعمل عملية البريء، عملية كبيرة قوي. أيوة بابا، بس أنا معيش فلوس والله العظيم. معايا فلوس؟ فلوس إيه يا ابني؟ أنا جاي أقول لك عايز فلوس، أنا مش عايز فلوس. طب تحب يا بابا يعني أديك بضاعة؟ أنا طالب منك خدمة واحدة بس. زمان أنا وأمك لما كنا متجوزين وبنحب بعض كنت أهدت لها كده سلسلتين، ده غير الشبكة بتاعتها اتمتعت بيها 3 سنين لغاية لما ربنا سهل وزنقنا وبعناها. أيوة أنا فاكر اليوم ده اللي ماما صحيت فيه ما لقيتش الشبكة، ده كان يوم. السلسلتين دول ذهب ذهب ذهب، واحدة فيهم مكتوب عليها لا إله إلا الله أهي، والتانية مكتوب عليها محمد رسول الله. أنا عايزك تسلك لي السلسلة اللي مع أمك. يا بابا طب ما حضرتك تبيع السلسله بتاعتك وتعمل العمليه من غير ما تبيع سلسله امي يعني. ما ينفعش ابيع دي لوحديها، لازم الاثنين مع بعضيهم، عشان اللي عايز يشتريها هيشتريها عشان يهديها لحبيبه وعشان ما يتفرقوش. طيب يا بابا انا هحاول بس ما وعدكش. لا يعني لا ما تحاولش ارجوك، دي مساله حياه او موت. البريق عندي تعبني قوي، عندي دواليب في البريق. انت بتستهبل يا علي؟ بتستهبل؟ عايزنا فتحها في موضوع زي كده ازاي؟ ايوه يعني ما فيهاش اي حاجه يا رانيا، هتسدل فيها وترجعيها تاني. ده طبعا باستثناء ان احنا هنوديها لسايغ يقلدها وندي لامك الفلس وابوك الاصل. ايوه بس لعلمك بقى امي مش هتحس باي تغيير خالص. بس على فكره بقى، ولا واحده في الدنيا ممكن تدخل عليها حركه زي كده. ليه يعني يا رانيا؟ ما عادي جدا، فاكره الشبكه بتاعتي لما خدتها نظفتها ورجعتها لك، انت حسيتي باي فرق؟ ايه ده رانيا سهبلي ولا ايه؟ ايه البصه دي؟ رانيا بطلي بقى. رانيا يا رانيا. ايه يا عادل مراتك مالها؟ مفيش حاجه يا ماما، اصل احنا يا ماما رايحين يعني حفله النهارده، يعني معزومين على فرح ومش لاقي حاجه تلبسها. ما هي عندها هدوم كتير. لا مش لاقي حاجه، مش هدوم يعني، مش لاقي حاجه ذهب تلبسها وحوالين رقبتها يعني، والناس اللي احنا رايحين لهم دول متدينين، فكانت عايزه حاجه ذهب عليها حاجه تدين يعني. مامي لو سمحتي بصي في الشبكه بتاعتي لسه ذهب. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتشكي في الشبكه اللي انا جايباها؟ لا حضرتك انا ما بشكش في الشبكه اللي حضرتك جبتها لي. حوش حوش سبايك الذهب اللي انت شايلاها يا عيني يا حبيبتي، ده انت شايله شيله تقيله وجايه شايلاها لوحدك من الاوضه، ده انت بتنهاجي. تعالي يا حبيبتي تعالي اقعدي جنب امك، تعالي خدي نفسك. معلش يا اختي معلش، اصل ما لقيتش حاجه اقل من كده اجيبها تليق بمقامها. ليه بقى؟ هو انت اللي جايباها؟ لا ابو عادل. يا نهار اسود، وريني كده. لا ما تخافيش يا حبيبتي، دهب ده اصلك ما تعرفهوش، ده قمرطجي ونصاب. ماما ما يصحش كده، برضو انت بتتكلمي عن بابا يعني. دي الصفات الكويسه اللي فيه. يعني انت رايك ان هو ممكن يجيب حاجه ذهب وتطلع فلسه؟ انا ماليش دعوه، بس ما يقدرش يعمل معايا كده. ده مره جاب لي دي، نزلت تاني يوم على طول على السايق فصلتها طلعت ذهب. ايه يا ماما، ممكن يكون برضو بابا متفق مع السايق. هيتفق مع 4 يا بيعمل كل حاجة. طب بصي أنا رأيي يا ماما إن أنت ترميها له في وشه عشان تحسسيه يعني إن أنت مش فارق معاك، ولا أقول لك الدهاني الدهاني أنا أروح أرميها له في وشه على طول وأقول له ماما مش عايزاه، هاتيها هاتيها. لا ده مش بني آدم، ده ما بيحسش، ده جبلة، ده زي ما تقول كده مش لاقيه له وصف. ما تساعدوني. طب ممكن يكون أناني؟ أناني؟ لا 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 مش دي خالص اللي أنا بدور عليها، هو زي ما تقولي كده ابن. أيوة أيوة خلاص يا ماما المعنى وصل خلاص، ابني يبقى بعديها حاجة تانية مش مظبوط. خلاص يا ماما خلاص. كويس إن جيتي، تعالي احضرينا. بتتكلموا عليا طبعا العادي. أنت كل حاجة واخداها عليكي، المرة دي بقى بنتكلم على بابا. بابا تاني يا عادل؟ بقولك مش عايزة أزور بابا، مش عايزة أزور بابا، هتزوروني بالعافية. أنت عاوزها تزور مرات ابوك؟ ماشي يا سناء. عارفه بقى يا ماما، سناء كل يوم لما بتبقى مفلسه بتفتح الشنطه بتاعتك وتاخد فلوس من وراك. ماما عارفه عادل كان عايز يخرج من اوضه النوم بتاعتك ويقعد فيها مجيده.
عارفه يا ماما سناء ها كل يوم بتزود لك جرعه المنوم عشان تخلص منك ومن رغيك. ماما عادل مش عارف يدفع ايجار البازار وصاحب البازار هيكرشه في الشارع. عارفه يا ماما سناء كل يوم بتحط لك جرعه المنوم زياده عشان تنيمك وتخلص من رغيك. مش عارف اقول حاجه جديده الشيت بيكر. العيال وقلة أدبهم. المفروض لما يعملوا كده بخرطوم الحمام وتنسليه على جدادهم. ما هو ما عنديش خرطوم في الحمام. ماما أنا هنزل أخرج مع أصحابي شوية. نعم دلوقتي؟ آه دلوقتي أنا حرة، ويعني كل ما هاجي أقولك أنا خارجة هتفضلي تقولي لي أنت رايحة فين وجاية منين؟ ده إيه المحاضرات دي وإيه العيشة الغريبة اللي أنا عايشاها دي؟ اطلعي برا يا ليلة الأدب. انت لسه صاحي؟ لا انا نمت بقالي ساعتين دلوقتي. اكيد بتفكر في موضوع السلسله. يخرب بيت عقلك، بتقري افكاري؟ عرفت ليه انا اتجوزتك؟ انا مش فاهمه انت ازاي ما تقولش لابوك لا على الموضوع ده، ازاي تفكر في حاجه زي كده؟ اقول لك، ابويا ده زمان وانا صغير لما كنت بتحلم تبقى كبير تعب الحلم وتحير، ما كده النهارده مش هنخلص من الشمع بس. طب كمل كمل. مهم يعني ابويا بقى زمان باع الشبكه بتاعت امي وكان عايز يشتري بيها دولارات لان واحد قال له ان الدولارات سعرها هيزيد. طول عمره مغفل. سوري سوري سوري. لا سوري على ايه، دي اقل شتيمه سمعتها النهارده. المهم ابويا خسر الفلوس. انت شايفه كده؟ طيب حطيت لك العسل على الطحينه يا ماما. بتحلمي يا ياسمين؟ مش حقيقي، ده حلم. نامي وغمضي عينيك. عادل عادل. في ايه؟ انا لقيت الحل. حل ايه بس؟ يعني جايباه في الوقت المناسب، ايه هو بقى؟ بص بقى، انت تروح لابوك وتقول له ان انت هتتكفل بفلوس العمليه كلها. عمليه ايه بس اللي هتكفل بفلوسها؟ اذا كنت انا اليومين دول مش قادر ادفع ايجار البازار. وهو فعلا يعني عيان، ما تلاقيه عايز الفلوس عشان يروح يصيف هو والمدام. لا 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 لا، الراجل عنده المريء. اوكي، ما هو لو عيان فعلا هيوافق وياخدها منك، وساعتها طنط انعام هتديها لك لوحدها. يا اي نعم حماتي، بس جدعه واصيله. ولو مش عيان مش هيوافق ياخدها منك وهيخلع. طيب دي هعمل فيها ايه انا بقى دلوقتي؟ ايه ده؟ ما توترنيش زياده، ما انا متوتر والنبي. لازم ترجعها دلوقتي حالا. هرجعها ازاي؟ امك شافتك؟ لا ما شافتنيش خالص. فعلا حرامي، انت حرامي عادل حرامي. النبي ما تصحيش ضميري، انا ما صدقت نيمته. حد شافك وانت بتاخدها؟ لا مفيش، هي ياسمين بنتنا بس. يا نهار اسود،
البت شافتك وانت بتسرق امك. البت دي هتتربى ازاي؟ ده انت المفروض قدوتها. ايوه مفروض، بس خلاص يعني احنا اتفقنا انها هتتربى في الملجأ ان شاء الله احسن تربيه. طب اتفضل روح رجعها حالا حالا. مش ممكن، مش ممكن يا ياسمين تكوني اللي بتقولي عليه ده حصل بجد، بس ممكن يكون حصل في اللاوعي بتاعك. بس انا ما عنديش حاجه اسمها كده. كلنا عندنا حاجه زي دي اسمها اللاوعي، بس انت مش بتحسي بيه، ده موجود جوه جوه دماغك. طب وخليني اشوف كده ازاي؟ عشان انت من جواكي حاسه ان باباكي راجل مش نظيف. بس هو بيستحمى كل يوم. براءة الاطفال. لا انت حاسه ان باباكي مش نظيف من جواه، من جواه اسود. طب وانا اشوف بابا من جوه ازاي؟ يعني انت كده حاسه ان شخصيه باباكي دي مش مستقيمه وواطي وملتوي ويستخدم الاساليب الملتويه للوصول اللي هو عايزه. طب وبابا عايز ايه؟ وناش عرفني يا ياسمين هو كان ساعتها عايز ايه؟ طب يعني انا ساعة لما شفت بابا بيسرق سلسلة تيتا كان عاوز ايه؟ كان عايز يسرقها ويبيعها وياخد فلوسها. طب وده حصل فعلا؟ يا بنتي لا ما حصلش، لا ما حصلش، انا عمالة افهمك فيه من الصبح، ده حصل في اللاوعي بتاعك لكن في الحقيقة ما حصلش، حلم. يعني اللي انا شفته ده حصل ولا ما حصلش؟ لا يا بنتي ما حصلش، بدليل انك لما صحيتي من النوم لقيتي السلسله في رقبه تيتا ولا ما لقيتهاش؟ لا لقيتها في رقبه تيتا. اذا ازاي بقى بابا سرقها؟ ما هو رجعها تاني. عمرك شفتي حرامي في الدنيا بيسرق حاجه ويرجعها تاني؟ لا عمري ما شفت حرامي بيسرق حاجه وبيرجعها تاني. خلاص اقتنعتي ان بابا ما سرقش السلسله بتاعه تيتا؟ اقتنعت. مع انه واطي ويعملها، بس الحاجه اللي مخليني مستغربه مستغربه ان السلسله ما زالت في رقبه امي. وانت عايز تعرف اسم المستشفى ليه؟ عشان ادفع لك الحساب يا بابا. مالكش دعوه انت، هات السلسله وريح نفسك. يا بابا طب انت عايز السلسله تعمل بيها ايه؟ ما انا هدفع لك الحساب، وبعدين لو انت قلقان عليا ما تقلقش، انا الحمد لله بعت بيعه حلوه قوي في البازار وجاني قرشين حلوين. بعت بيعه حلوه؟ طب فين بقى مرتبي بقى دوله بقى؟ ولا. العموم العموم مش مهم. وبعدين يا بابا يعني لسه المصيف عليه كتير يعني. على رايك بس. لا ما انا كنت عايز اعمل العمليه في السنجريه. سلام عليكم. مع السلامه يا بابا. مع الف سلامه. مساء الخير. مساء النور. استنجريه استنجريه. اتفضلي يا حمادي. اهلا وسهلا. ازيك يا عادل؟ الله يسلمك. انت دفعت الايجار بتاع البازار؟ لا والله يا حماتي لسه ما دفعتوش، بس ان شاء الله هتصرف وادفعه باذن الله. طب انا عندي مفاجاه ليك. ايه؟ يعني حاجة هتنبسط بيها قوي 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 إن شاء الله. امسك يا عادل. إيه ده يا حماتي؟ ده خاتم قدرت أسليكه يعني من الورث، بيعه وبتمنه ادفع الشهر بتاع الإيجار. أيوة حماتي، بس يعني ما يصحش يعني. إزاي يعني؟ إزاي يعني إيه؟ إحنا عيلة واحدة يا عادل، وعايشين مع بعض في بيت واحد، لازم نقف جنب بعض ولا إيه؟ والله يا حماتي يعني متشكر جدا يا بجد. حاجة حضرتك ما ينفعش تفرطي في صيغتك خالص. حضرتك اتفضلي، يعني هو عادل لسه قبل ما حضرتك تيجي لسه بايع بيعه سقع. اتفضلي مع الف سلامة يا حاجة. بجد ده خبر حلو قوي. يا سلام يا عادل، بس عايزة اقول لك من فضلك لو احتجت اي حاجة اوعى تتردد، تعالي قولي على طول. ها باي باي. باي باي يا حاجة. مع الف. انا هبقى اقول لك انا. ايه رايك انت بعت بيعه سقع دي فين يا دول؟